بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عنا هذه الجيار متاع 1.9 مخصوص اللي هو متاع البارتنير البرلانجو اللي هي كور بابيون. هذه تخدم كور بابيون وتخدم مكان الجيار باش نفكوها وننظفوها. أنا نفكو هذايا الساعة اللي هو مكانه. نجيو لل هذايا زاد كيف كيف نتاع 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 بلف التبخير نتاع الانفلير. ومن بعد نحو الكولكتر نفسه. هذايا زوز بونات هنا في الكولكتر نحو. باش نحو الكولكتر كامل باش نجمو نخدموه على نظافة البر. نكملوا نحلوا البونات هذوما الاثنين اللي شادين الكولكتير هذوما يجوا لداخل ما بين الكولكتير. انا نزوز واحده منا واحده منا. ونهزوا الكولكتر نتاعنا. نكملوا نحو الفيشة هذه. مش كمل هذه. كمل نحو الفيشة هذه. كملوا نحو الديريكت نتاع الهواء هذا. كملوا نحو الخيط نتاع تسخين الشمعات من هنا باش نجم نحو الكولكتر. كملوا نحلوه. هذا اللي هو اللي جايب الكهرباء للشمعات يركبوا مع بعضهم هنا في الكولكتر. هذا تو الديبيمتر نتاع هذا الديبيمتر نتاع الامبوانات. هنا كاش مسكر هنا زاد كيف فيه مسكر. شوفوا هنا مكان ال قداش اوساخ. شوفوا هنا الاوساخ نتاعو. شوفوا هذا كلها اوساخ. هذه كلها اوساخ. هذه تسبب مشكله في التراج نتاع السياره يعني في العزم نتاعها يبدا. ها شوفوا شفتوا ها. شوف هذا كله اوساخ. تو باش نفكوه من بعض وننظفوه. بعض سهل ندوروه هكا نص دوره ونحو ونفكوه. يعني سهل ما فيش حتى حاجه فيه. يعني سهل نص دورة. شوفوا هنا شوفوا قداش وساخ. شوفوا الأوساخ الموجودة. شوفوا ها هذا الأوساخ الموجود. شوفوا شوفوا الأوساخ. شوفوا فيه مسخ. حتى هذا لازم نفكوه. حتى هو هذا من هنا نفكوه كله ونظفوه. هذا يتفك من هنا زوز بونات ما في شيء. هذا زبونات الكره ويتنظف كلها تابع بعض كلها وساخ. شوفوا توا الاوساخ الموجوده في هذه في الكور بابيون والجيار. شوفوا شفتوا شوفوا الاوساخ الموجوده هذه كلها تعطل المحرك ما تخليش يمشي مسرح. هذه كلها وساخ تخليش. هذه زاد كيف كيف
كولكتير نتاع هذا كيف كيف هذا كيف كيف هذا يبدا معبي بالاوساخ ولا معبي بالاوساخ والزيوت. شوفوا يعني هذا كله لازم يتنظف. هذا شوفوا هنا شوفوا الاوساخ هذا كله بتاع البيئه. شوف العسل اللي موجود، هذا العسل اللي موجود في وسط. هذا كله لازم ينضاف، تو يتهز للافاج وينضاف على قاعده ويرجع باش السياره تتسرح وتولي تمشي. باهي هذا نجير بتاع ال 1.9 ديزل اللي هي في البارتنير وفي البرلينغو في البيجو. ان شاء الله تنفعكم حالات كما هيك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.